دعا الإسلام إلى ممارسة الأنشطة الرياضية المفيدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة عليها لما فيها من تقوية للأجساد ووقاية لها من الوهن. وقد عرفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنواع كثيرة من الرياضة، مثل الجري والرماية لأنها رياضة تقوي الذراعين وتحتاج إلى عضلات قوية. يقول صلى الله عليه وسلم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. كما شجع على الفروسية وركوب الخيل، فعن أبي هريرة أن رسول الله قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. وقد شجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على السباحة: علموا أولادكم السباحة والرماية، ومروهم فليثبوا على ظهور الخيل وثبا. وقد كانت المصارعة زمن الرسول عليه الصلاة والسلام منافسة تظهر قوة الرجال، تنص على أن يلقي أحد المنافسين الآخر أرضا دون إيذاء أو ضرر أو سخرية منه، مثل ما فعل رسول الله نفسه مع ركانة بن عبد يزيد الذي كان أقوى رجال قريش، فتصارع معه وهزمه. عرف العرب أيضا برياضة المبارزة، وهي تدريب على القتال بسيف خشبي أو مقاتلة بالسيف مع خصم متوهم، وكان المشي أيضا من أفضل الرياضات في تقوية الجسم مع سهولتها. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسرع الناس مشيها. يقول أبو هريرة: ما رأيت أحدا أسرع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما تطوى الأرض له، إن نجهد أنفسنا وهو غير مكترث. هو دين شامل كامل، حريص على صلاح الإنسان وسلامته روحا وجسدا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير.